عودة بيسن إسماعيل وأنس الشايب مع مفلوكس من أمريكا وهجوم على أسامة للمرة الثانية. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أعلنت نائب سن إسماعيل وأنس الشايب بالأمس عودتهم إلى دبي، وأيضا كشف أنس أن مفلوكس بدوره حاليا بدبي، وأكدوا أنهم اختفوا بسبب سفرهم إلى أمريكا مع مفلوكس. حبايبي نزلت لكم تيك توكاي، أكثر تيك توكاي بتعذب فيها، ضليت ساعة يومين علمت أنس على الرقصة على صفحتي طبعا، فوتوا على الرابط وشوفوها. أتعذبت شو إعلان مجاني يعني؟ راح عندي بحياه الله. ما بعرف إذا قبل 3 أيام شفتوا بسان عملت ترند بالتيك توك وبهدلتني، مسحت في الأرض. أنا عملت فيها فيديو انتقامت منها، بهدلت صحتها، اكبسون وشوفوا الانتقام، والله فيديو سفاح. عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون، وفيها من اللمن مخزون، وفيها من الجمال أصلا. المتابعين بالأمس بالهجوم للمرة الثانية على ابن خالة أسامة مروى إمكي، ليقوم إمكي بنشر ستوري يرد عليهم، وعلق على هذا الستوري بي: الهجوم ما بيفيد، بالعكس محتاج دعمكم. ويذكر أن فيديو أسامة مروى لم يحظى بالموافقة، وطلب منهم أن يقوموا بالتعديل عليه. وأيضا الكل متحمس لرؤية هذا الفيديو تحديدا الذي سيجمع نارين أناصالة غت مروى نو سارس في لعبة الغميضة. شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.